الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني
قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان
ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد حمد الطيبين ولك الشكر شكر الشاكرين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا تطاع فتشكر فلك الحمد وتعصى فتغفر فلك الحمد وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم ولا يجزي بآلائك أحد ولا يصفك الواصفون سبحانك وبحمدك سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه في كل وقت وفي كل حين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت
اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك يوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، ربنا تقبل منا، وعلى طاعتك أعنا، من فضلك لا تحرمنا، إلى غيرك لا تكلنا، بين عبادك لا تفضحنا، إلى غيرك لا تكلنا، من عذابك سلمنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحم من ماتوا من أحبتنا موحدين وإلى لقائك متشوقين وفي جنتك طامعين ومن عذابك خائفين. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب، اللهم يا رحيم يا ودود، يا رحيم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد. نسألك الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود أركع السجود، إنك ربنا رحيم ودود. اللهم أصلح ذات بيننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق رئيس الدولة إلى ما تحبه وترضاه، ووفق إخوانه حكام الإمارات لما تحب وترضاه. اللهم بارك في والدنا حاكم الشارقة، اللهم أطل عمره في صحة وعافية،
والعافية. اللهم اجعل الخير كله بين يديه، اللهم اجعل الخير كله بين يديه، اللهم اجلب لنا الخير دوما على يديه، واغفر له ولوالديه ونجليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.